ما حكم من صلى خلف إمام يقع في الخطأ الجلي والخفي؟ يقول ما حكم من صلى خلف إمام عامي يقع في الخطأ الجلي والخفي في قراءة الفاتحة، هل يعيد الصلاة؟ يا أخي، إذا كان لا يلحن لحنا يحيل المعنى تجوز الصلاة خلفه، ولو كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى، كما لو قال الحمد لله، يعني نصب لفظ الجلالة، هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، أو قال، ولكن لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، كسر اللام العالمين، هذا يحيل المعنى، يحيل المعنى، لأنه خصص الربوبية بالعلماء فقط، العالمين جمع عالم، هذا يحيل المعنى، ولا تصح صلاة من خلفه إذا كانوا يحسنون القراءة، ما تصح صلاته إلا بمن هو مثله، بمن هو مثله. فاللحن لحنان، لحن لا يحيل المعنى، فهذا لا يمنع من صحة الصلاة، وإن كان الأولى أنهم يقدمون من يحسن القراءة ولا يلحن لحنا أبدا، لا يحيل المعنى ولا ما لا يحيل المعنى. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ، ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يحيل المعنى، لأنه يحول تاء المخاطب إلى تاء المتكلم، يحول تاء المخاطب إلى تاء المتكلم، هذا يحيل المعنى، فلا تصح الصلاة خلف مثل هذا إلا بمن هو مثله.